السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، مشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد. اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس وخليوا لي تعليق واللايكات. اليوم بإذن الله راح نديروا انجلاس سهلة جدا ولذيذة جدا بالفراولة بالاستاخاز، يعني جات روعة لا في الشكل ولا في المذاق. إن شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر. المقادير بسيطة جدا جدا، لازم لنا فراولة نديروها كولي ونمكسيوها، وتقدروا ما تمكسيوهاش. هنا طيبت الفراوله وراني من قبل درت الكولي، حط لكم الرابط تاعو ان شاء الله، وترحيوه مكسيوها بالبراء. وعندي ليمون وأضفت في الأخير حتى نكهة الفراولة باش تزيد تعزز في النكهة تاعها. عندي ليمون هذوك تاع لي دوم، قطعت الفراولة دوائر رقيقة وفرشت المول باش يعطي شكل جميل جدا، خاصة إذا تقدموها لضيوف. هنا راني مكسيت هذيك الفراولة، ديروا 400 غرام فراولة مع شوية سكر وعصير ليمون، خليوها تطيب 5 أو 6 دقائق حتى أكثر، بعدين نكسيوها. وطلعت شانتيي بودرة هنا، لما رحيتها أضفت لها شوية منكه فراولة، تقدروا ما تضيفوش، يعني هي الفراولة لما ترحيوها يطرح شوية اللون تاعها. وضفت طبعا زبادي أي ياغورت طبيعي، وطلعت شانتيي. يعني سهلة جدا جدا، مقادير اقتصادية بسيطة وتجيكم روعة، يعني ما كانش أحسن وما تجيش بالمناسبة حلوة بزاف، لأني راني نشوف الكثيرات يحطوا في يوتيوب آيس كريم يعني فيه الفلون، فيه الفلون بودرة وفلون كراميل وزيدو شانتي حلوة، يعني راهي تجي سمحولي ما تكلش يعني ومضرة، لأن يعني نسبة السكر فيها عالية بزاف. لازم تتعلموا توازنوا وتنقصوا ليكم ولأولادكم كمية السكر. أنا كل حوايج يعني اللي نديرهم منقصة السكر. هنا عندي كاس كبير تاع شانتيي بودرة، ونضيفت ضفت لها الحليب. أنا متعودة نضيف الماء لما ندير في اشياء اخرى بارد، وانا ضفت هنا حليب بارد، ونضيف تدريجيا حتى نشوف الكثافه. شوف الكثافه تاع ما لازمش تكون طالعه بزاف بزاف. هنا نضيف هذيك الكولي مع الياغورت الطبيعي ونخلط. كما قلتكم قطعت فراولة دي كارتير رقاق خلاص، وفرشت بهم الليمون. تقدروا ديروا في أمولا كيك أو المول اللي تحبوا، لكن كي ما ديروش في المولا سيليكون ديروهم في المول ألمنيوم أو تيفال، أو لازم تفرشوا ورقة ليس ورق الطهي،
يعني بابي فيلم، ورق الشفاف. هنا نضيف الكمية تدريجيا وندخلها، وراني وجدت يعني الكثير من وصفات الآيس كريم، يعني بيتي هايلين ويجيو في المذاق مزاح، وحتى في الحلاوة يجيو متوازنين. يعني هو السكر بزاف يقتل بنة الحاجة. نخلطو هكا، نحطهم في الثلاجة لليلة كاملة أو 8 ل 9 ساعات، يعني يستحسن يباتوا في الثلاجة. هاو كي الفراولة كي قطعتها هكذا، حطوها في بشكل جميل في المول. وعمروا القوالب تاعكم بالموس، وانا نحب نبدع يعني، جوني فكرات نديرهم على بالي يعني النتيجه اللي تجي ليها، لاني عندي تجربه في الميدان طويله. ان شاء الله بنات لي يتعلموا ويجربوا وصفاتي، راهم اكل ناجحين يعني، وتجي حاجه بنينه، يعني ما نحطش حاجه اذا ما كنتش متاكده منها. يعني وتقريبا كل لي زيدي تاوعي يجيو ناجحين، واللي يذوقهم او يجربهم يقول لي انهم جاو روعه. هنا عمروا القوالب جيدا، وبعدين عدوا جيدا، ونغطيهم بورق شفاف وتدخلوهم للمجمد لليلة كاملة. هنا هذه الكمية، دير كمية لا بأس بها. وكل مرة شريو حاجة تاع الحلويات بيتعدلو بيهم، يعني راهم ثمنهم الآن معقول، يعني يسهلوا عليكم الأمور. نكمل كمية كاملة ونحطها في المجمد، وللغد نقدمها. تقدروا هذا وثانية تقدروا تديروا فيهم، أنا اللي بقى لي درت فيهم. وبالمناسبة أحفادي دائما يطلبون الآيس كريم، وندير لهم، وراني درت يعني كثير منها، درت بالكراميل بالشوكولا بالنكهة الكرز بالعنبية. عيدي ميرسي، ان شاء الله جربوها، ولا تنسوني باللايكات والدعاء.
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفة أخرى من وصفاته إن شاء الله، وفي أمان الله.